هي الإصابة في إصابات بسيطة، دول يعني خلاص مش محتاجين أي حاجة، ممكن بيخرجوا النهاردة. في حالات متوسطة بتحتاج غيارات وعلاجات طفيفة برضه، دول مفيش منهم مشكلة. لكن في بعض الحالات اللي هي الحالات الحرجة دي بقى اللي احنا بندعي لهم إن ربنا يبقى معاهم، بخلاف إن هما يحتاجوا فترة في الرعاية، ويعني حالات تعتبر شديدة الخطورة. نقل الدم، لأن احنا لينا تعاقد مع المركز القومي للمصل واللقاح، وبيبقى في عربية موجودة في محطة مصر بتبرع الدم، دول بعتولنا كل كميات الدم اللي عندهم فور المستشفى والبلازما، فما كانش في أي مشكلة للتبرع.